بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ازيكم شباب، عاملين ايه؟ الحمد لله، خلاص اهو انشطب العملي وكل ايام، ونخلص فعلا السنة التانية دي على خير، ويعني تعدوا سنة من السنين الصعبة المهرقة عليكم. ده ملف بسيط كده كان نازل لكم من القسم ان شاء الله، مراجعة للسلايدات بتاع كلينيكال الرمد، وهي ان شاء الله سلايدات بسيطة جدا، في اغلبكم يقدر يبصمجها يعني زي ما بنقول، ولكن يعني خلينا نبصمجها سوا عشان يعني نفهم بس الصور دي جاية منين. 10 دقايق ربع ساعة نكون خلصناها ان شاء الله. تمام، بسم الله الرحمن الرحيم. واول سلايد معانا هي سلايد هتجيلك في الامتحان بالشكل ده، هتلاقي عيان عينه طالعه لبره. تمام، عيان عينه طالعه لبره، بنسميها جحوظ العينين. تمام، عينه طالعه لبره، تحس المنطقه ديت كده خارجه لبره، تحس عينه مفتوحه كده. تمام، فظهرت العين باينه لبره قوي، دي حاجه بنسميها بروبتوزس. تمام، وخلي بالك في نقطة مهمة جدا جدا بتفقدوا بيها درجات في الامتحان، كلمة رايت بروبتوزس. انت لازم بأكد عليك تاني انك تحدد الاتجاه الليجن، يعني تحدد الليجن ده فين، هل هو في الرايت اي ولا في الليفت اي. بتحدده ازاي؟ بص، الصورة عكس اتجاه عينك انت، يعني لو انت شايفها يعني دي المفروض انت شايفها من العين الشمال، بس هي يمين العيان. تمام، يعني هي عكسك انت. تمام، او تتخيل ان انت مكان العيان فتلف وشك. حلو، يعني دي مثلا المفروض ان هي على عينك اليمين، انت شايفها ناحية عينك اليمين، بس هي عينك عين العين الشمال. تمام، فالعيان عكسك، افتكر دايما ان عين العيان عكس عينك، طول ما انت باصص له عينه عكس عينك. تمام، عشان ما تلخبطش، عينه عكس عينك. تحديد المكان مهم جدا جدا، رايت ولا ليفت مهم، بيفقد درجات في الامتحان لو سبته. تمام، ممكن تكتب بروبتوز او ممكن تكتب ليد ريتراكشن. تمام، بس ده بروبتوزس واضح جدا جدا. الريتراكشن يعني بتلاقي العين برده طالعه لبره، يعني ده مفتوح لتحت كده، والحته دي مفتوحه لبره كده. تمام، والعين تحسها برضو طالعه لبره كده. تمام، فده هنكتب برضو بروبتوزس او ليد تراكشن، مش هتفرق، بس اهم حاجه كلمه رايت. تمام، نيجي هنا لده تيست مهم جدا جدا، ده ريجارج تيست. تمام، وده طبعا بوزيتيف لانه هو مطلع سكريشن اهوت. التيست ده مهم جدا في حاله النيزو لاكريمال داكت اوبستراكشن. تمام، اللي هو الاوبستراكشن اللي موجود في النيزو لاكريمال داكت اللي هي في النوز ديت، المفروض انها لو تكون مفتوحه وتسرب بقى السكريشن من خلالها. تمام، ديت لو اتسدت هيبدا يتراكم السكريشن، فما تيجي تضغط على المنطقه دي كده زي ما الدكتور ده ضغط، هيبدا يطلع السكريشن من خلال الفتحات اللي هي البنقطه اللي بتبقى موجوده في العين هنا. فده تيست مهم جدا جدا، وده اسمه ريجارج تيست، ودي حاله طبعا بوزيتيف لان في هنا السكريشن طالع، وهنا بتكون في حالات النيزو لاكريمال داكت اوبستراكشن. تمام، وده تيست في غايه الاهميه، لو لقيت واحد حاطط شريط زي ده في عينه، ده بيشوف كميه الدموع اللي بتطلع من العين. ده تيست اسمه تشيرمر تيست، ده عباره عن ورقه كده بتحطها في عين العيان، وتشوف هل الدموع مثلا، وتستنى وقت معين وتشوف الدموع ديت مالت قد ايه من الورقه دي. تمام، فده بيكشف على الدراينس اوف اي اللي هو جفاف العين. تمام، والتيست ده اسمه تشيرمر تيست. دول صورتين مهمين جدا جدا في الامتحان. تمام، نيجي نخش على الصورة الرابعة ديت، خلي بالك عشان في ناس كتير بتتلخبط فيها في الامتحان، ويقوم جاي لك ايه، طب ما دي ممكن تكون نيزو لاكريمال داكت اوبستراكشن. بص، ما تقلفش، ما تحاولش انك تفتكر، يعني تبتكر في الامتحان، يعني لو ابتكرت هتغلط. تمام، فحاولت تفكر كتير هتغلط. ديت اول لما يجي لك صوره طفل صغير، ركز مع الصوره دي قوي قوي قوي، ده طفل صغير اهو عنده سويلنج كده في المنطقه دي. السويلنج تحسه ايه، مد على بلوتش كده. تمام، طفل صغير عنده سويلنج في المنطقه ديت كده. تمام، السويلنج ده ولا هو بقى ايه محمر قوي قوي، ولا هو ليه يعني تحسه ايه مد على ازرق، بس ازرق غامق شويه. تمام، ده بتقول عليه حاله اسمها الداكريوسيل. الطفل ده هو اتولد، اول ما اتولد الامنيوتيك فلويد اتراكم في المنطقه ديت. تمام، لما تراكم الامنيوتيك فلويد دي يكون لك كره في منطقه اللاكريمال ساك. خلي بالك من النقطه دي منطقه اللاكريمال ساك. منطقه ايه اللاكريمال ساك؟ بكررها 3 مرات اهوت عشان في ناس بتكتبها في الامتحان اللاكريمال جلاند. لا، اللاكريمال جلاند بتبقى موجوده في الحته دي، انما دي منطقه اللاكريمال ساك. تمام، بتبقى مليانه بالامنيوتيك فلويد. تمام، وبتظهر لك بالشكل ده، بس لازم يكون الطفل تلاقيه صغير قدامك كده، ما تلاقيش راجل كبير قوي حاصل له مثلا الحته ديت منفوخ عنده، تقوم جاي رايح كاتب له ايه ده كونتنت امنيوتيك فلويد ده كريوسير. واحد عنده 60 سنه يجيب له امنيوتيك فلويد منين؟ ده تلاقيه امه ماتت اصلا. تمام، فخلي بالك من الحاجات دي. تمام، نخش على الصوره بعدها، واحد هتلاقي عنده ليجن في المنطقه دي. بص، الليجن مطلع بص ازاي ومحمر ازاي وراجل كبير ازاي، ده انفلاميشن في منطقه اللاكريمال ساج. تمام، وصلت لك؟ نخش على الصوره اللي بعدها، ده اللي كنت بتكلم فيه، وديت اللي هتلاقي فيه سويلنج في المنطقه دي كده، دي منطقه اسمها اللاكريمال جلاند. عشان يسالك في الامتحان يقول لك ايه، ايه الساين دي؟ عباره عن اس شيبد سويلنج، اسمها اس شيبد سويلنج، وديت انفلاميشن في اللاكريمال جلاند. تمام، ده طبعا حاجه اسمها بايلاترال زانسي، لازم تكتب له بايلاترال هنا، حط له كلمه بايلاترال، معلش عشان خاطر هو ما حطهاش، بس حطها له عشان خاطر انا. تمام، ده عباره عن شويه دهون كده بتتجمع عند العيان، تبقى لونها اصفر كده. تمام، اول ما تشوف دهون متجمعه كده اكتب له على طول بايلاترال زانسي لازمه. تمام، اوعى تنسى، وبكرر تاني، اوعى تنسى تحديد العين، هي العين اللي فيها الليجن. تمام، خش مع بعض. بص، ده واحد اهو عينه تحسها طالعه لبره، بس مش طالعه لبره قوي. تمام، قلنا ان الليد بتاعته ايه، راجع لورا كده، لا راجعين لورا. تمام، فتبان العين طالعه لبره، دي حاجه اسمها ليد ريتراكشن. تمام،
ولو كتبت له في الامتحان مايلد بروبتوزس مش هيقول لك حاجه، تمام، بس خليك ايه في ليد ريتراكشن احسن، تمام، في الصوره ديت، عشان يعني ايه البروبتوزس مش واضح قوي قوي يعني. تحس برضو في صوره البروبتوزس اللي عندك تحس بالعين اللي فيها ليجا، تحسه مبرق لك كده، تمام. وطبعا ديت ناحيه عين اليمين، فديت تكون ايه ليفت، تمام، دي تكون فين ليفت اهوت ليفت اهي، لان العيان تكون العين اللي فيها الليجن عكس العين اللي انا بصص له بيها. خلي بالك انا لو بصص لها عينه اللي فيها الليجن دي، العين دي اهي ناحيه عين اليمين، يبقى هي عين الشمال عكس بعض عشان ما حدش يتلخبط برضه. خش مع بعض على تلاقي بس جفن العيان كده ايه نازل شويه، تمام، ده مراحل اسمها توزس. تحب تبص العيان دي تلاقي عيان نايم عن نفسه كده، بنسميه العين النايم عن نفسه، ده بتبقى حاجه اسمها توزس. تلاقي المنطقه دي كده ايه نازله كده، يبقى الفشر ده نازل، تمام، يا اما بقى مغطي شويه من العين، يا اما مغطي كل العين. لو لقيته مغطي العين كلها فده سيفير توزس، تمام، لقيته مغطي حاجه بسيطه خالص يبقى ده مايلد، لقيته مغطي نص نص فده مودريت، تمام. مش فاكر اي حاجه في الاكتئاب في الامتحان، قمت رايح كاتب له كده اهو يونيلاترال توزس، ولا مودريت ولا سيفير ولا مايلد ولا اي حاجه من الكلام ده كله، هتاخد الدرجه مالكش دعوه، تمام. ما لو مش عارف ما تهبطش، متاكد منها اهبطها، تمام. وخلي بالك بقى طبعا ده في عين واحده اللي هو يونيلاترال، وطبعا تكتب له ان هو في العين اليمين، تمام، تمام الكلام، تمام. نخش بعد كده على حاجه مهمه جدا جدا جدا، وهي التراكوما، او خصوصا البي تي دي اس. ايه هو البي تي دي اس ده؟ اللي هو البوست تراكوماتوس ديجنريشن. طبعا التراكوما دي حاجه انديميك في مصر، تمام، تبقى كل الناس في العالم في المجتمع المصري بتاعنا عندهم التراكوما دي، تمام. تيجي تقلب التراكوما دي على طول تبقى موجوده في الابر، تراكوما يعني ابر، تراكوما يعني ابر، تراكوما دايما موجوده في الابر بالمبرا في شرح، لا دايما تبع اللي فوق، تمام. فتيجي بتقلب الجفن بتاع العيان بتلاقي حاجه كده شويه ديجنريشن، دي حاجه بنسميها هايلاين ديجنريشن، ديجنريشن كده بتلاقي لونه اصفر كده، دي حاجه اسمها تراكوما بي تي دي اس، تمام. اعتقد ان انتم مش مطالبين انكم معرفه الاختصارات، بس لو حد يعرف عاوز يعرفه هي حاجه اسمها بوست تراكوماتوس ديجنريشن، ونوع الديجنريشن ده حاجه اسمها هايلاين ديجنريشن، تمام. نخش على الصوره اللي بعدها، وده طبعا صوره البليفرايتس، ده لازم تيجي لك في الامتحان، لازم يجي لك في الامتحان صوره من صوره البليفرايتس دي، تمام. بس على حسب بقى، في ثلاث انواع، سكويموس والسيراتيف وبارازيتيك. البارازيتيك على سنكم مش بتطلبوا بيها، المطالبين بيها هي السكويموس والالسيراتيف، تمام. كان غالبا جاي لنا في الامتحان احنا بتاعنا سيرتنا السيراتيف. بتيجي تبص على المنطقه دي عند العيان، خصوصا منطقه الرموش دي، تمام، لقيت شويه حاجات كده لونها اصفر، تمام، ديت بنسميها سكويموس بلفرايتس. ده شويه ايه قشره كده، تمام، تحس زي ما بنقول تحس شويه قشره على الرموش بتاعت العين دي بنسميها سكويموس بلفرايتس. خلي بالك ان الرموش بتاعت العين دي مش متاكله وما فيش دم هنا ولا اي حاجه خالص، فعشان ديت تفرقها الحته دي تفرق بينها وبين الالسيراتيف. لو لقيت الرموش واقعه، تمام، والمنطقه دي محمره جامد جامد قوي، فدي الالسيراتيف. لقيت بقى ايه شويه قشر كده موجودين، تمام، المنطقه ديت الرموش فيها سليمه، فديت بنقول عليها سكويموس بلفرايتس، تمام. دي حاله طبعا، دي المنطقه دي اللي هي المنطقه البيضاء اللي في العين ديت على سنكم بتبقى منطقه الاسكليرا، ولكن انت عندك المنطقه دي مش اسكليرا بس، المنطقه دي كونجنكتيفا، تمام، واسكليرا وايب اسكليرا واسكليرا، تمام. فلما تلاقي حته حمراء قوي 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 كده في المنطقه دي عباره عن شويه دم اتجمعهم تحت الكونجنكتيفا، تمام، اسمها سب كونجنكتيفال هيموريدج. ومش عارف ليه ما حطلكوش صوره السيراتيف بلفرايتس، بس لو جات لكم في الامتحان يعني هتلاقي الرموش متاكله والعيان ايه هلاقي عنده شويه السر كده، تمام. البلفراتس ده طبعا بيبقى انفلاميشن في الليد، عشان لو برضه الليد مارجن لو اتسالت فيها في الامتحان يعني. هندخل بعد كده على احد اهم الصورتين المهمين جدا، وخلوني مثلا اكبر الشاشه بس شويه كده عشان عاوز اجيبهم مع بعض. ايوه هما الصورتين دول، الصورتين دول حاجه اسمها ستاي وحاجه اسمها كاليزيون. من اكثر او اكثر الاخطاء شيوعا يعني الناس بتقع فيها هي ان ما بتعرفش تفرق بين الكاليزيون وما بين الستاي. اول فرق هقول لك عليه، الكاليزيون بادئ بحرف السي، فالكاليزيون ده عباره عن كرونيك انفلاميشن، بادئ بحرف السي، افتكر دايما ان الكاليزيون ده كرونيك انفلاميشن، تمام. الستاي ده عباره عن اكيوت انفلاميشن. حلو الكلام، حلو الكلام. مكانهم الكاليزيون بتلاقيه يعني ما تيجي قرب الصوره كده شويه تلاقيه بعيد شويه عن الرموش، تمام. موجود في حاجه منطقه اسمها الميبوميان جلاند، تمام. موجود فين؟ موجود في منطقه الميبوميان جلاند، تمام. تلاقي بعيد شويه عن الرموش، وبتلاقي ايه حته الكوره كده لو قلبت الجفن هتشوفها قوي قوي، حلو قوي، من ناحيه الكونجنكتيفا يعني من جوه، لو قلبت الجفن من جوه كده هتشوفه واضح قوي قوي، تمام. بتلاقيه بعيد عن الرموش كده، كوره بعيد عن الرموش، تمام. ده يبقى كاليزيون، وده عباره عن كرونيك جرانيولوماتوس انفلاميشن، تمام، في مكانه حاجه اسمها الميبوميان جلاند. تاني بقى اللي هو الستاي، ده عباره عن اكيوت انفلاميشن، بيبقى ناحيه اللاش فوليكل، بيبقى ناحيه الرموش. يعني انت لو بصيت كده هنا هتلاقي قريب جدا جدا من الرموش، ولونه احمر جدا جدا، تمام، لان ده ده طبعا اكيوت انفلاميشن، تمام. فمن خصائص الاكيوت انفلاميشن الريدنس والكونجيشن والكلام ده، بس الريدنس هنا واضح قوي قوي، تمام. اهم ما يميزه ان هو بقى قريب ناحيه الرموش كده، تمام، وبقى ايه عامل زي تحس بروز بسيط كده طالع ناحيه الرموش، تمام. هنا هو ده قريب من الرموش اهو، ده هتلاقيه بعيد خالص عن الرموش، تمام.
نخش بقى بعد كده على جده ده. دي الصوره جت لنا والله في امتحان العمل السنه دي سنه ثالثه تمام. ديت صوره راجل كبير اهوت، تلاقي الجفن بتاعه نزل لتحت كده حاجه اسمها اكتروبيان، دي اسمها سينايل اكتروبيان في الرايت الرايت اي تمام. تلاقي ده الابر ليد طبعا، ده اللور ليد، تيجي تبص كده على الجفن ايه نازل لتحت كده تمام. اصل هو من كتر بقى ايه الراجل كبر في سنه، جلده كله بدا ايه، الجلد اللي كان مشدود في الاول كده جلده بدا كله ينزل على تحت، فجلد العين نزل معاها تمام، ف ظهرت العين شويه كده، وده طبعا بيعمل جفاف في العين جامد يعني تمام. ده اسمه اكتروبيان تمام. ما تلاقي الجفن بتاع العين نازل بعيد عن العين كده تلاقي اكتروبيان. لو لقيت الجفن بتاع العين داخل لجوه كده ناحيه العين والرموش داخل على العين، دي بنسميها حاله انتروبيان مع تريكيزيس تمام. دي صورة برضه حاجة مهمة جدا، حاجة اسمها التريجيوم البي سايلنت تمام. بتلاقي منطقة الكونجنكتيفا تمام راكبة كده على الكورنيا تمام. حاجة اسمها انكروشمنت، بنسميها انكروشمنت اوف كونجنكتيفا اوفر ذا كورنيا، بتلاقي الكونجنكتيفا طالعة فوق الكورنيا، دي حاجة بنسميها التريجيوم تمام. جينا بقى للصورة التي لا طرحها. الصور اللي احنا كنا بنخاف منها كانت تجي لنا في العمل بنخاف منها في سنتنا، ما كناش فاهمين اصلا الصور دي فكنا نعلمها، فانا هوضحهم لك ببساطة شديدة جدا تمام. بص معايا يا سيدي، ده عندك صورة بيقول لك ايه في النقطة دي، بيقول لك انهي واحد من دول سنترال ريتينال ارتري اوكلوجن. خلينا دقيقة مع بعض، هروح اجيب لكم صورة اعرض عليكم صورة للنورمال عشان تفهموها، وبعد كده نشوف الليجن ده تمام. تمام، دي مع بعض يا حبايبي صورة للنورمال ريتينال تمام. لما تيجي تبص على ريتنا كده تحت الميكروسكوب تمام، او في بالاجهزه اللي هو السليت لامب والريتروسكوب والكلام ده تمام، تيجي تبص عليها هتلاقيها بالشكل ده تمام. بتلاقي حاجه هنا اسمها الاوبتيك ديسك، المنطقه دي كده اسمها الاوبتيك ديسك والاوبتيك كاب والريم تمام، ثلاثه في بعض يعني، ده كله ديسك، وبعدين تلاقي هنا الريم حته كده، وبعدين الكاب تمام. ودي حاجه المنطقه اللي تحس فيها حته حمراء كده، بص المنطقه دي تحس هنا في حاجه حمراء كده شويه، دي منطقه اسمها منطقه الماكيولا تمام. لو لقيت صوره في الامتحان ان الحته كلها باهته باهته، ودي نقطة محمرة قوي قوي، بنسميها حاجة اسمها تشيري ريد سبوت، وده اسمه سنترال ريتينال ارتري اوكلوجن تمام، ارتري حلو. اما لو لقيت الصورة دي كلها محمرة قوي 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 وفيها شوية حاجات صفرة كده بس محمرة بغباء، ده اسمه سنترال ريتينال فين اوكلوجن تمام. خلينا نبص على عليه هنا اهو، يعني هنا بص اهو الصورة معايا اهو، نيجي نبص للصورة دي، فكك من صورة بص الصورة دي، الحتة دي باهتة قوي اهو، بص دي الحتة ديت ايه حمرا اهي تمام، واللي حواليها كله باهت كده تحسه باهت، بس دي حمراء قوي 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 مقارنه بدي دي زي دي تمام. تلاقي حته باهته اهي واللي حواليها حته حمراء واللي حواليها كله باهت، دي بنسميه سنترال ريتينال ارتري اوكلوجن، ودي حاجه اسمها تشيري ريد سبوت. روح هناك بقى، دم شديد جدا جدا جدا، اول ما تلاقي ده اسمه ماسيف هيموريدج، اول ما تلاقي الهيموريدج الفظيع ده كميه الدم الكبيره دي بنسميها حاله اسمها سنترال ريتينال فين اوكلوجن. لو يعني لو لقيت دم كتير كده كده يبقى ده سنترال ريتينال فين، لقيت دم قليل ما فيش دم اصلا والشرايين انت شايفها عادي اهوت والبلاد فيسلز انت شايفها عادي اهوت، بس الحته دي باهته ولقيت نقطه هنا حمراء كده، دي بنسميها شيري ريت سبوت، ودي بنسميها حاله ايه سنترال ريتينال ارتري اوكلوجن. يعني ده بنسميه ارتري وده بنسميه ايه فين تمام. خش على الصوره اللي بعدها الاصعب والاصعب، العيانين اللي بيبقى عندهم دايابيتس، الدايابيتس بيبدا ياثر على العين، بيعمل لك حاجه اسمها دايابيتك ريتينوباثي. الريتينوباثي ده في منه انواع، في منه نوع اسمه نون بروليفريتيف وفي نوع اسمه بروليفريتيف. نفرق ما بينهم ازاي؟ النوع البروليفريتيف ده اتسمى بروليفريتيف ليه؟ لان هتلاقي فيه بلاد فيسلز متكونه جديده، يعني تيجي تبص هنا هتلاقي مثلا هنا طالع شبكه من البلاد فيسلز وشبكه من البلاد فيسلز وشويه شبكه هنا من البلاد فيسل وشبكه هنا من البلاد فيسلز وشبكه هنا من البلاد فيسلز، هتلاقي الصوره كده مليانه بلاد فيسلز جديده كتير جدا جدا جدا. اول لما تشوف النوع ده بنسميه دايابيتك بروليفريتيف دايابيتيك ريتينوباثي تمام. اما بقى لو جيت لنوع زي النوع اللي معانا ده، النوع اللي معانا ده هتيجي تبص على الصوره اللي قدامك ديت، هل الصوره دي مليانه دم كتير؟ واحد يقول لي لا ده انا شايف شويه بطش حمراء بس صغيره كده على شويه نقط صفراء تمام، هقول له حلو. طب هل المنطقه اللي في النص دي باهته وبس ما فيش غير حته حمراء كده فده يبدا سنترال ارتري اوكلوجن؟ هقول لك لا ما فيش الكلام ده، هيقول لي حلو. امال ايه؟ هتلاقي بقى شويه بطش حمراء متنطوره كده على شويه حاجات صفراء كده بنسميها اكسيوديت تمام. ايه اكسيوديت ده؟ ممكن يبقى دوت شيبد او متجمع بعضه ويبقى شكل الفليم شبه اللهب الشمعه تمام. اول ما تلاقي شويه البطش الحمراء دي مع شويه النقط الصفراء دي بنسميها حاجه اسمها دايابيتيك ريتينوباسي، وطالما مفيش بلاد فيسلز كتيره متكونه فده اسمه نون بروليفريتيف تمام. تمام الكلام. نيجي نخش مع بعض حاجه اسمها ريتينال ديتاتشمنت، ودي اسمها انفصال الشبكيه تمام. دي تعرفها ازاي في الامتحان؟ هتلاقي ان في منطقتين مختلفين عن بعض، هتلاقي في خط كده انا برسمه بايد اهوت، تيجي تبص المنطقه دي تلاقيها مش زي المنطقه دي. اول ما تلاقي المنطقه دي مش زي المنطقه ديت ما تفكرش، روح اكتب ريتينال ديتاتشمنت وانت ساكت،
ولا في بقى كذا نوع من الريترال ديتاتشمنت ده، في بقى تراكشنال وفي ريجماتوجينوس وفي برايمري بقى وسكندري. بص وليله مالكش دعوه، انت على مستواك هتلاقي الصوره زي دي في الامتحان يا راجل يا طيب، دي صوره ريترال ديتاتشمنت وعليكم السلام، خد درجه وروح. تمام، دي نقطه. نخش بعد كده على صوره مهمه جدا جدا في الامتحان، هيجيب لك ديت هتعمل ايه، هتلاقي في خط كده وخط كده وخط كده، تلاقي في مثلث تحت كده انا مش عارف ده شكل ايه، تمام شكل ربع دايره ده، هتلاقي فيه شويه بص متجمعين تحت كده، اول ما تشوفها في الامتحان روح اكتب هايبوبيون كورنيال السر. دي احد الاسئله مهمه جدا جدا جدا، انا هكتب عليها مهمه كده اهو جدا، صوره الهايبوبيون السر دي. تمام، نخش بعد كده على حاجه برضه يا خبر ابيض، الصوره دي اهم واهم، دي حاجه اسمها هيربيتك كورنيال السر ستيند ويز فلوروسين ستين. خلي بالك من النقطه دي قوي قوي قوي، عشان ممكن يسالك نوع الستين هنا ايه، يجيب لك الصوره دي وما يسالكش عليها نفس السؤال الموجود ده، الصوره دي ايه يقول لك ايه، تقول له تقول له دي عباره عن هيربيتك كورنيال السر. الكوزيتيف اورجانيزم هنا ايه، تقول له هيربس سيمبلكس. طب الستين اللي انا عاملها هنا ايه، دي تقول له فلوروسين ستين. ولو لقيت الستين كده لونها احمر، دي حاجه اسمها روز بنجال ستين. تمام، ده برضه نقطه. لقيت العين مخروطية الشكل كده او القرنية مخروطية الشكل كده، دي حاجة بنسميها كيراتو كونس. ولو سألك على الساين في الامتحان قول له حاجة اسمها المانسون ساين، دي اسمها المانسون ساين، الليجن اسمه كيراتو كونس. ولو تبقى عيل حريف تكتب له في الامتحان كيراتو كونس بين قوسين المانسون ساين. تمام، ودي مهمة جدا في الامتحان. دي طبعا لقيت اللينس كده مغيمة، اكتب له كاتركت على طول ما تفكرش يعني. تمام، اللينس كده تلاقيها مغيمة تماما. تمام، نيجي نسألك في الامتحان ده، الصورة دي برضو والله جت لي في امتحان العمل السنة دي، بيقول لك ايه الاوبتيك نيرف اللي موجود دلوقتي، حاجة يكون جلوكوماتس. يعني ايه جلوكوماتس؟ يعني ضغط العين فيه كبير، حاجة اسمها جلوكوماتس كابنج. تمام، جلوكوماتس كابنج يعني ايه؟ انت عندك المنطقة بتاعة العين تبقى الدورية دي تبقى عبارة عن ايه؟ عن ديسك كبير وكب جواه ورم. تمام، لو لقيت الديسك قد كده والكب كبير كده، تمام، دي حاجة اسمها جلوكوماتس كابنج. طب فخلي بالك بالحته دي في الامتحان، انهي الصوره بقى تبقى جلوكوماتس كابنج، ركز مع بعض. هل ده الكاب فيه اكبر من الديسك كده؟ لا، نيجي تحت لا برضه احنا مش عارفين الكلام ده ايه ده، لا لا الديسك اهو كاب اهو برضه مش جلوكوماتس. هنا بقى بص، ادي الديسك المفروض ان هو يبقى كده اهو. تمام، بص الكاب ده، بص يا راجل الكاب ده منور وكبير ازاي. تمام، دي حاله اسمها جلوكوماتس كابنج. تمام، هتلاقي باقي الشرايين كده داخله في البتاع في الديسك. تمام، شرايين داخله في الديسك كتير كده، اهو بلاد فيسلز شويه فينز على الارتري داخله كده، وهتلاقي كب كبير كده وايه والديسك برده، بس الديسك ايه في الحاله دي ما بنعرفش نحدد ملامحه يعني، ما بنعرفش نرسمه بالظبط كده. تمام، فانا رسمه برسم كروك يعني، فدي حاله اسمها جلوكوماتس كابنج. نخش على بعدها حاله هما على سنكم بيسموها كونجنتال جلوكوما، هتلاقي طفل كده عينه زرقاء قوي قوي قوي، دي بنسميها الميه الزرقاء في العين. تمام، اللي هي الجلوكوما بسبب زياده الضغط جوه العين، بنسميها كونجنتال جلوكوما على سنكم. وليها حاجه اسمها برضو الباف سالموس لو حد عاوز يعرفها يعني، بس خليكم على سنكم برضو كونجنتال جلوكوما. تمام، محدش قال يعني احطها في الجونيا رياض والله، دي بقى اهم من حياتك. ليه؟ فيها كذا صيد، نبص مع بعض. ادي الليفل اللي تحت اهو، شويه بص متجمعين بالشكل اللي انا برسمه لكم على طول، لا مش عارف شكله ده. تمام، ده اسمه حاجه هايبوبيون السر. اول حاجه شويه دواير كده وترسبات محدش فاهم ايه ملتهم. تمام، دي حاجه اسمها كيراتيك بريسيبيتيد، ترسبات من الانفلاماتوري سيلز على سطح الكورنيال اندوثيليوم. تمام، دي رقم بي. تمام، وايه ديت يعني انت مش هتشوفوها قوي، دي متصور بالسليت لامب يعني في ضوء كده مصور، هتلاقي هنا برضو المفروض شويه ايه انفلاماتوري سيلز، يعني حاجه اسمها بروتينات اسمها فلير على شويه سيلز يعني، بس دي مش هسالك عليها في الامتحان يعني، بس لو سالك هنا انفلاماتوري سيلز وفلير. تمام، إيه دي طبعا هايبوبيون السر، ودي كراتيك بريسيبيتيت، وديت مشروحه كويس في درس اليوفيا ان شاء الله نفس الصوره دي. ودي طبعا الاجابه بتاعتها اهيت ايه زي ما قلنا، تلاقي فلير وسيلز. تمام، والثانيه البي هتلاقيها اللي هي الكراتيك بريسيبيتيت اللي هو الترسبات على الاندوثيليال سيل، وسي دي اللي هي هايبوبيون السر. نيجي نبص على الصوره الجميله ديت، هتلاقي في عيان عينه محوله لجوه حاجه اسمها ايزوتروبيا. تمام، بس لازم تحدد العين برضو يعني ديت ليفت ايزوتروبيا، وبرضو تعرف مين النيرف اللي يؤدي للليجن ده، يعني مثلا ده عينه اتحودت لجوه يعني مش عارف يعملها لبره. تمام، يعني اللي النيرف اللي بايظ كده هو النيرف اللي بيعمل اللي بيحود العين لبره، مين النيرف اللي بيحود العين لبره اللي هو طبعا ايه ال ار 6 اللي هو النيرف السادس كان اسمه الابديوسين. تمام، ودي بالنسبه ايه للايزوتروبيا. دي برضو هتلاقي عين دايليتد قوي كده وعين ضيقه قوي كده. تمام، دي حاجه اسمها انيزو كوريا. تمام، انيزو كوريا، ودي صوره مهمه برضو. دي برضو هتلاقي عين مبيضه كده عند العيان، دي حاجه اسمها اليوكو كوريا او الوايد بيوبل. تمام، وليها ديفرنشال دايجنوزز كتير جدا جدا، يعني لو سالت في الامتحان واتجنن مثلا قال لك ايه الديفرنشال دايجنوزز بتاع الحاله دي، اكتب له ريتينوبلاستوما. تمام، دي برضو حاله ايزوتروبيا. تمام، في الاطفال طبعا انت عارف الليجن اللي بيعمل الايزوتروبيا دي ايه،
اوعى تنساه يعني زي ما قلنا ده بيحصل في حالات اللي هو الشلل في النرف السادس اللي هو اللي اسمه ابديوسنت، تمام؟ زي ما قلنا ال ار 6 اللاترال ريكتس هي اللي بتاخد العين بره، تمام؟ واللي بيتحكم فيها النرف السادس، اما بيحصل فيه باراليسز، تمام؟ بتلاقي اللي بيتحكم بيبقى الابر هاند تبقى بالميديا ريكتس فتاخد العين ايه لجوه، تمام؟ ده عيان عنده توزس واضح جدا جدا في عينه الشمال، تمام؟ ده مغطيه اغلب العين خالص، هي ده سيفير توزس. دي طبعا السي شارت دي بتقيس الفيجوال اكيوتي دقه العين، تمام؟ لما تروح عند الدكتور كده تلاقي الشارت دي موجوده هناك يعني. دي طبعا نفس الحاله اللي كانت فوق خالص، اللي هو العيان مش عارف يحود عينه لبره، تمام؟ لما يجي يبص ناحيه الشمال المفروض ان هو عينه تتحود لبره، مش عارف يحود عينه لبره لان الليترال ريكتس بايظه. ليه بايظه الليترال ريكتس؟ لان مين النيرف اللي بيتحكم في الليترال ريكتس؟ هو النيرف السادس اللي هو الابديوسنت نيرف، تمام؟ دي طبعا صوره للايرور اف ريفراكشن. بتيجي تبص على الشعاع، لو لقيت الشعاع ساقط قبل الريتنا دي بنسميها حاله اسمها مايوب قصر نظر، الشعاع قصير فنسميها قصر نظر مايوب. لو لقيته سقط ورا الريتنا يعني الشعاع سقط هنا مثلا، تمام؟ دي بنسميها هايبر متروب بعد نظر، تمام؟ نيجي الصوره دي جميله جدا جدا، ولو لقيت يعني ممكن توقع ناس فيكم لو لقيت صوره زي دي وفي انجل ديفيشن، تمام؟ والعيان ده بقه معوج وعنده اعراض البنز بولسي، لو لقيت الانجل ديفيشن فده بيلز بولسي، تمام؟ اما لو لقيت صوره زي ديت بس هو العيان ده مميل راسه، اول حاجه تفكر فيها حاجه اسمها السوبيريور اوبليك باراليسيز اللي هو الفورس نيرف بولسي، تمام؟ الفورس نيرف بولسي ده بيحصل ليه؟ ده بالعيان بيعمل هيد تلت، يعني بيتني راسه تو اوبوزيت شولدر. يعني ايه اوبوزيت شولدر؟ يعني هو بيتني راسه في الناحيه العكسيه للليجن، يعني لو الليجن في الناحيه الشمال هتلاقي العيان تاني راسه ناحيه اليمين. يعني ده عيان اهوت، يعني ازاي يعني واحد بيقول لي هو ازاي عارف انها ليفت سوبر اوبليك؟ اقول لك يا سيدي، هو واحد ذكي شويه ده عارفها من الليجن، راح بص للعيان ده شافه عامل تاني راسه ناحيه اليمين، تمام؟ والليجن بيكون العكس، تمام؟ فالليجن هيكون في ناحيه ايه؟ ناحيه الشمال، تمام؟ فدي حته مهمه جدا يعني. نيجي برضو ده عيان عنده اكزوتروبيا، يعني عينه محذوفه لبره، تمام؟ باصص لبره. ودي تبقى كده خلصنا الجزء بتاع العمل اللي هو جزء الصور، اتمنى يكون جزء بسيط عليكم، تمام؟ وان شاء الله لو في اي حاجه تانية محتاجه شرح في كلينيكال الرمد نزلت لكم ابعتوها وانا ان شاء الله اوضحها لكم.